فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الشيخ صالح بارك الله فيكم ماجد يقول, أنه يقول أنه يعمل في بنشر وأنه تتسخ ثيابه بالزيوت وما إلى ذلك ويذهب إلى الصلاة ما حكم ذلك إذا كان يصلي في البنشر فلا بأس بذلك لأن هذا استطاعته وإن تجمل للصلاة ولبس ثيابا النظيفة فهو أحسن لكن إذا لم يتيسر هذا فيصلي في ثيابه في محل البنشر مع جماعه من من زملائه ولا بأس بذلك، أما إذا كان يذهب إلى المسجد ويؤذي الناس برائحته فإنه يجعل له ثوبا خاصا للصلاة يخلع ثياب العمل ويلبس هذا الثوب ويذهب إلى المسجد. نعم.